مساء الخير. في ناس تتعرض بطفولتها لأذى أكبر منها وأكبر من قدرتها على استيعاب اللي صار معها، فبيتحول الجرح لخوف واستسلام للغرائز، وبيفوت هذا الشخص بنفق الحزن والفوضى والخراب. لويز رح يخبرنا شو صار معه من طفولته لليوم. حضروا معنا تنشوف شو صار مع لويز. إلي قديش صار لك تعرف لوي؟ لوي سعد رفيقة من أيام المدرسة، أنا وياه كنا سوا بالمدرسة والجامعة، وكنا سوا بالكشافة وكنا قاعدين حد بعض. كان جاري لوي صداقته بلشت معي بس كنا كتير صغار من نورسوري أو بيتي جاردان، وبلشت بحادثة فدخت له راسه على مرجوحة، كنت متوقع أنا تنهار يشحطوه المدرسة أو يجوا يسألوا عني أو ما بعرف شو يصير، بس بتفاجأ أنه تنهار بيجي على المدرسة ما كانوا في شيء. فمن وقتها بلشت تصدقتنا، كان عمرنا شيء 4 سنين. كيف كان هو ولد؟ كان تصرفاته عادية مثل كل الولاد؟ بالمدرسة لوي كان معروف عنه قدي كان كتير عصبي، ينرفز دغري، يولع دغري، وكان كتير عنيد، متشبس برأيه، ما في حدا يحكي كلمة، يشارع، حتى لو بتفرجي براهين كان يضل متشبس برأيه ويعند للآخر، وعصبي، يولع دغري، يضل معصب. كان شخص وصل له كل شيء بحياته، كان بيه مرتاح وضعه، كان مسجله بكذا اكتيفيتي، كان معبي وقته، كان بالصليب الاحمر، كان يتعلم جيتار، يتعلم رقص، يتعلم اسبانيول، كان يلعب كيك بوكسينج، كان معبي كتير من وقته، وحيلا ولد بيحسده على الاكتيفيتيز اللي كان يعملها، بس بنفس الوقت كان بتحس انه كتير يائس، في فضاوي بقلبه بده يعبيها مش عم يعرف كيف يعبيها. كان يخبرك عن اسراره؟ لوي بطبعه ما كان انسان كثير يحكي، بس نظرا انه انا كنت اقرب المقربين له وبعرف من انا كثير صغير، كان تقريبا يخبرني كل شيء، كنت اعرف كل تفاصيله ومغامراته وقصصه المنيحه والمش منيحه. اثر عليك بيوم من الايام سلبا على حياتك؟ لوي كان كتير يحب يسهر ويشرب الكول، وكان هو معه سيارة، على ما كان مع سيارة كنت ضلي معه، بس كان يتأخر بالليل كان يسبب لي مشاكل مع عائلتي، يدقولي وينك يلا تعا، وأنا نظرا انه ما مع سيارة كنت ضلي انطره، بنفس الوقت خاف عليه ما بدي أدخل لحاله، وهو كان يشرب كثير، وكنت انه بدي اطمن عنه قبل ما ارجع البيت. قد ما كان يائس كان يصير معه كثير مشاكل، ستريس بقلبه، اهلي يكونوا بضيعه وهو ببيروت، يدق لي انا على الضيعه، واضطر انزل من الضيعه مشوار ساعه، هو مع الخط توصل لعنده حمله واخده على الايجنس. ليا، كيف كان لوي هو صغير؟ لويس كان بالنسبة إلي وقتها كنا عم نكبر كنت حس إنه ما عندي خي، يعني ما كنت أعرف شي عنه، ما كنا نحكي أبداً، كنا نوع الصبح ما حدا يقرب على حدا، كان شوي حتى مش عنيف، بس بعرف كان عم جرب يمزح بس يكون عنيف بمسحه، يعني أرويس كتير، يعد كتير، وما كان في حنية، كان عطول في مشاكل، عطول من زوى، عطول بحط كل شيء بقلبه، مثل عنده غضب وحقد ما بتقدر تحكي معه ابدا. وصار هالشي يزيد ويزيد اكثر، انا اللي بتذكره كان وقتها كان بالتعشيط اكثر. ترجمة
خلص. نكون مثلا يقول شيء مزعج مثلا ادبش شوي صغيره يصير هو يرد بعنف اكثر، او اوقات وقت صار يكبر اكثر يكون بالجامعه نكون قاعدين يخبطنا عن مزح، بس بالنسبه له يحس انه هو عم بيمزح معي، بس هالشيء ببجع. كيف يعني كان يعض؟ وكان يعني ما بتعرف كيف تحكي معه، ما بتعرف شو بتحكي معه، لأنه بتخاف إنه يعصب، بتخاف إنه ما يرد، بتخاف. فكان شوي كأنه الريليشنشيب غريبة، أتليست بينه وبينه كان في توتر بالبيت. لحد كفى هالشي يعني لحد حتى بالجامعة صار يزيد شوي ويزيد أكتر. لوي مكان هو بيت سرك؟ لا، لوي مكان بيت سري، وكان لوي ينحط بقلبه كتير، يعني ما بتعرف شو فيه براسه وما بتعرف إذا خبرته شي كيف لح ياخد الموضوع. فكنت خاف أحكي معه، كنت خاف قله أو فتفدله بالأحرى. فلا، هالشي ما كان يصير قبل، يعني لهلا من فترة قريبة لا بلش يتغير الموضوع. ليا، خبريني عن سلوك لوي تحديدا. كان شخص منه صريح أبدا، كان شخص على طول مثل ما قلت يحط بقلبه، كان يدل منزوم، ما تعرف شو عم بصير معه. كان حتى يمكن يكذب تا يجرب ما يزعج حدا حواليه ويحطهم بقلبه، بس للشخص اللي ما بيعرف كان ينأذى منه. ليا، لوي أذاكي بالحكي غير الضرب والعض؟ ايه، كان يحكي بعصبية، كان شخص عنده غضب وحقد، يعني بلا ما قصده برد عليك بجواب بيأذيك بلا ما هو يحس، وهذا الشيء بيأثر فيك لأنه بتصير تحس أنه أنا كيف بدي أرجع أحكي مع هذا الشخص اللي هو خيي مرة تانية؟ هل لازم أفكر بشو بدي أقول له أو جرب ما أحكي معه تأتفادى الموضوع لأنه رح يعصب؟ يعني أنا ما تعرفت خيي مزبوط غير لفترة قريبة. كيف كانت علاقة لوي مع أهله؟ بين أهله ولوي كان في مشاكل كثير. أيام الجامعة كان في عياط كثير، كان في أوقات ما ينام بالبيت، كان ما كان ماشي الحال، يعني حتى هو وأمي ما كانوا كثير يتفاهموا مع بعض. كان على طول كأنه لوي بيعمل شغلته لحاله وما حدا بيعرف ليه عم بيعملها. كان على طول كل يوم يومين في مشاكل، في مشكل صغير عم بيصير، يعني حسب ما أنا عم بتذكر. وما كان جو عائلة، ما كان في محبة هالقد، كان على طول كأنه في غيرة، في حقد موجود جواته مش معروف من شو جاي. لوي، اهلا وسهلا فيك ببرنامج النبض الاخير، خبرنا اكثر عن طفولتك وكيف كانت حياتك الطفوليه. انا ربيت بعائله مسيحيه صغيره، مؤلفه من خي كبير، خي واخت صغيره، وبي وام. انا بما انه انا كنت الوسطاني، كان معروف عاده الولد اللي بيكون الوسطاني بيكون شوي ثورجي وعنيد، وكنت هيك بالبيت، بالراس اللي بدي اعمله ما حدا في شارعني. ومع الايام صرت تطور اكثر الامور، بس مع هذا كله كان عندي بيئة حاضنة لتطورني علميا وثقافيا، سو كان هدف عائلتي على طول ولكل اخواتي ضلها تعلمنا ونتثقف اكثر لنكون ناس ناجحين بالعائلة وبالمجتمع وبالعالم. لوي، شو هو الحدث اللي صار بطفولتك ما بتنساه كل حياتك؟ لوي، شو هو الحدث اللي صار بطفولتك ما بتنساه كل حياتك؟ مرة بين عمر 7 سنين كنت مع شخص قريب من العائلة أكبر مني بكم سنة، نتصلى على طول مع بعضنا بين هيك كنا بالصيفية. جرني مرة على الحمام بس بطريقة شوي مش ديركت. فوت حبيبي فوت. شو رد؟
شوفي اقعد شوي، عايزك اقعد حبيبي اهو، عايزك الموضوع ما تخاف اهو. ليك مش مشوق بالطهنة؟ شو بدك؟ ما قال لي شوفي اشلحها، ايش اشلحها شوب، اشلحها اشلحها؟ ليه بدي اشلحها؟ شوب شوب اشلحها شوي، اشلحها زيح عني، بعيد عني، يمينك عني، شو بدك؟ تخطى يمينك عني، بعيد عني، زيح زيح زيح، زيح عني، صار لي خلاص خلاص. بدك ما تخاف يا حبيبي. كنا عم نلعب لعبة الغميضة، فتنا على الحمام اغتصبني مش مرة مرتين. رجع عمري 8 سنين، البون اللي بشتغل عنا بالبيت بيتنا ببيروت كمان تعدت علي. هذه الشغلة أثرت فيي، جعلتني شخص كثير ما عنده قلب، قلبه ما بدق، قلبه حجر، ما بقى يأثر فيه شيء. صرت تنمى أكثر عندي حب إنه انبسط حدا يتعذب، حدا يقول آخ قدامي، حدا ينوجع. لدرجة صرت مثلا أبسط الأمور شو بحب جمع نمل وولعهم شوفهم عم يهربوا. ما خبرت أمك وأهلك عن اللي صار معك؟ لا، صراحة ما خبرت حدا، خصوصي انه اهلي بهالفترة كانوا بالشغل وصارت بالدهريات، ونحن بالعائلة ربينا بطريقة انه شو ما يصير معنا ما نحكي، ضلنا متكوحين على نفسنا، اذا حدا زعجنا مبينين نحن مرتاحين، قد ما حدا اذا حدا ضربنا بوكس ما نقول اخ، اذا حدا دفشنا ما نقول شيء، اذا مزعجين ما نقول نحن موجوعين. سو كرمال هيك بينا بهالبيئة، لدرجة انه وقت صار معي هالحادثة ما حكيت، وهيدا نمالي فكرة الحقد شوي على امي خصيصة، لدرجة إنه إذا قالت لي هالشغلة لونها زرقاء إلا بس لأنه أمي قالتها، لا هيدي لونها غير لون. من هذا الموضوع، هذا المنطلق، صار عندي حب الحقد على غيري، بحب شوف العالم عم تتعذب، لأنه أنا كنت معذب وما كان عندي القوة أحكي. كرمال هيك صار تبنى عندي الفكرة إنه بدي أعذب حدا تحس عبي هالفراغ اللي عندي إياه أنا جواتي. شو صرت تعمل بحياتك؟ بوقتها ما كنت أعرف إن تصرفات مش مزبوطة وفي شي غريب فيها، وقتها كبرت صرت أنتبه لها أكثر. بعمر التعشيت صار غرامي أبرم حوالي الحيوانات لقدر جمعهم وقتلهم. أحد الحوادث صارت معي إنه كان في عنا بسانات حوالي بيتنا، جمعتهم هني حوالي شي 5 بسانات إذا مش غلطان، صرت لقطهم تقلهم رقبتهم وحدة ورا التانية، وانبسط إنه حدا عم يموت قدامي، حدا عم يتعذب. سو كان غرامي وين في شي محل حدا ضعيف قدر يأذيه. وطورت أكتر الحالة معي لدرجة إنه وصلت عند أختي، صرت انبسط أقعد أقروصها وجعها عضة، حس انه واو في حدا عم بيعبق قدر ازيه. تعض اختك؟ اي كنت عضة لاختي. شو تقول اختك؟ اختي كانت تفشني تقلي زيح عني شو عم بيصير معك، بس انا انبسط انه هي عم تقول اخ عم تنوجع، في شيء حس جوات قلبي انه هيك عم يفرك، انه اي انبسط في فرح، في فرح بس كان هيك مليان غضب مليان حقد. وكفت اكثر معي لدرجه انه حتى صرت عض امي. عيط عمي واصرخ عليها، وكل ما تحكيني اوقف بوجهها، انت ما بتعرفي شيء انا اللي بعرف. سو هيدا الحقد بلش يكبر اكثر واكثر عن امي، لدرجه ما بقى رد على شو بتقلي اياه. ما يتفاجئوا من تصرفاتك يقول لك ليش عم تعمل هيك؟ اختي ما كانت تحكي كثير، ما كنت اعرف شو كانت تحس بوقتها، لانه قد ما انا كنت شوي بعدها عني ما كانت تعبر لي شو قد ايه كانت تتضايق، بس انا بشوف هلا انه كانت كثير تتضايق مني تنزعج، انه خيا الأكبر منا لازم يكون هو قدوة لإلها ويسعفها ويوقف حدها، كان شخص بعدها عني. وزيادة عن هيك أمي، أنا أكيد مأكد إنه أمي كانت تحس في شيء غريب إنه ابني هيك عم بيصير فيه، هيك عم بيتصرف، عنده هالغضب جواته المليان ما عم ينعرف ليه، بس ما كانت تقعد تحكي معي، لأنه نحن برجع بقول ربينا بطريقة إنه ما منعبر. هذا يمكن سبب أساسي ليش وصلت لبعدين صرت أختي أكثر وأكثر، لأنه ما حكينا نعبر. كيف كنت بالمدرسة؟ أنا كنت شخص شاطر بالأحرى، كلنا نحن أنا وخيي الكبير وأختي الصغيرة كنا شاطرين كتير،
واهلنا كانوا كثير ركزوا انه نحن نقرا نتعلم ونتثقف اكثر وقد ما فينا نعبي وقتنا بشيء مفيد، ان كان لغات ان كان هويات. انا شخص يعني الى جانب الكشافي اللي كان ب 16 سنه فيها تعلمت جيتار، تعلمت رقص، تعلمت اكيتاسيون، تعلمت سباحه، تعلمت كلايمبينج هايكينج، كل شيء هويات ممكن واحد يفكر فيها الى حد ما عملناها، كيك بوكسينج، لغات، يعني كل شيء ممكن واحد يبين عنده ثقافه وعنده حضور وعنده هيبه مثل ما بيقولوا، ورجوليه بكل معنى كلمه رجوليه مش ذكوريه، رجوليه بيكون ملوى ثيابه وبيعرف يتصرف، وكنت كانوا اهلنا يقدروا يفتحوا لنا هالمجال تنتطور اكثر. لوي، مين بتلوم على اللي صار معك بطفولتك؟ اكثر شخص كنت لومه هو امي بالنسبه لي. ليش؟ لانه انا بالنسبه لي بعتبر الام هو شخص لازم يكون بيحمل عائله، بيحمل اولاد اكثر من البي. البي هو بيدافع عن العائله ككل، هو راس العائله اكيد، بس الام عندها علاقه خاصه مع اولادها لانه هي نحن جينا من امنا. واكثر فتره الولد بيكون عم بيبني شخصيته هي بعمر السبعة 8 9، هلا اكثر فتره هي. وانا هالفتره وقتها انأذيت، عملت عندي جرح كبير، سو عطول عندي حقد كان على امي، وجرب قد ما فيي ما اقربها صوبي، ما خبرها اخباري، ما فوتها بحياتي الخاصه، واعتبرها هي اذا مش ما بدي اسميها عدو بس شخص غريب بالنسبه لي. ام على الهويه بس على الفعل ما كنت شريكه ولا همومي ولا مشاكلي، بالعكس كنت التجي اكثر عند اصحابي وكنت احط كل طاقاتي وقوتي مع اصحابي والجا لهم واحكي معهم وخبرهم اخباري، بس ما كنت التجي لامي. كان عندي هذا هالفراغ اللي عايشه بينه وبين امي، مش عم ما عم بعبيه. امي تجرب، انا ما بقول لا، بالعكس امي كانت على طول تجرب تحكي معنا، قلت لنا شو عم بيصير معكم، شو عم بيصير معكم هون، شو هون عم بيصير، شو بشغلنا، بحياتنا الخاصه، بحياتنا للدرس. بس انا كنت على طول اقول لها كل شيء منيح، لان هي بكلمه واحده اطشها من هون ما كفي اكثر. وبي شخص كان همه على طول كل شيء نحن عايزينه ياملنا اياه، بس كان متكل على التربيه على امي. سو كانت علاقتي مع بي كثير حلوه وكثير منيحه، بس ما كان يفوت بخصوصياتي. كان متكل بيعتبر انه اولادي على احسن تربيه، بنرفع الراس فيهم، علمنا بي كيف نتصرف بالمجتمع، بس انه التربيه اليوميه ما كان يتدخل فيها، خصوصا انه بي كان يضل يسافر وهدفه شغل، ومن وراء تعلمنا كثير كيف نتصرف بالمجتمع بحياتنا العمليه اكثر. لوي كنت تنزعج وقت كنت تنام انت وصغير، ليش؟ من انا وبالتعشيت من عمر 12 سنه ما كنت نام. العالم كان على طول كل العالم هدفها يرجع على البيت يرتاحوا ويناموا، ترجع يقوموا تاني يوم عندهم نهار جديد، حياة جديدة. أنا كانت حياتي دمار فيني سميها، كان بالنهار ولا بالليل. بالليل مشكلة كبيرة لأنه بالليل ما كان فيك تخبر حدا، ما حدا في يشوفنا. سو كان تكون وجع مش مرة مرتين. طول في شيء عم يخنقني برقبتي، ما في احكي، ما في اتنفس، وفي شيء عم بشد، في جرادين عم تطلع علي، في حيايا عم تلف على رقبتي، في حيايا عم بدها تعقصني، في بسينات عم تعربش علي، في اوضه في باوضه كنت انا في حدا عم يضحك بوجهي يخوفني. على طول ما فيي نام الا ما يكون وجهي للباب، ممنوع فيي نام ظهري للباب، لانه على طول في حدا بشوف على طول بطرف عيني، في حدا واقف وراي معه سكين عم بخوفني. كان عندي خوف كثير كبير من العتمه، انه ما فيي نام اوضه معتمه، لانه على طول في حدا وراي وعم بخوفني ويضحك بوجهي. لدرجه في ايام كنت اهلي يوعوا علي عم صرخ. مرة أنا ما بنساها، أمي حاملة البيل مضوية، تقول لي لوي ليه عم تحكي؟ ليه عم تحكي شيء مش مفهوم شو عم تحكي فيه؟ وكأنك عم بتعيط وعم تصدق أنك عم بتموت.
كان في ايام اوعى الصبح تاخذي كله مي قد ما هرقان وشاد كيس على حالي، كنت اوعى من النوم جسمي كله منمل وقويت عم بيجعني قد ما انا شادد على حالي، ما كان عندي راحه حتى بالنوم، ما في نهار كنت نام فيه الا ما طول في عندي خوف عندي قلق. ويعني ياما ايام حتى لعمري 17 18 سنه كنت نام قوم نام حد خيي لهالدرجه، خيي انه بالنهايه هو اكبر مني فيحضنني حده بس ما كان يعرف ليه، كنت نام حده لانه هالقد كان عندي خوف. لوي بعمر الطفوله 12 13 14 كنت عم تتعذب كثير وتألمت، كنت عم تعيش حاله تراب، لمين التجأت؟ قد ما اقول كان عندي خوف تكون كلمه كثير قليله، لان احنا بعمر 12 بيكون شخص عم بيجرب ينمي حاله ويطور حاله ويعيش فرح ويعيش راحه، انه احلى عمر واحد يكتشف حاله اكثر وينمي مهاراته وينمي علمه ويتعرف على ناس بالمجتمع حواليه ويتسلى مع اصحابه. انا كان عندي هالرعب الخوف دايم انه على طول في حدا وراي بده يتعني بظهري وعم بخوفني، انه تخيل حدا عمره 12 سنه ما في ينام والولد بده راحته، وانا ما كان عندي هالراحه، بالعكس كان عندي خوف دايم قلق دايم. كان عندي انا كنت شخص وتكون بفيت على اوضتي اذا مش مضوي الكوريدور تفوت على اوضتي عندي مشكله اركض ركض، وزياده عن هيك انه ما كان فيي خبر حدا، يعني الناس القراب مني اللي هن لازم يحموني اللي هن اهلي الاسد واللبوي انا ما كان قادر خبرهم. لوي انت برايك كل اللي عم بيصير معك هو نتيجه الاعتداء اللي صار معك انت وصغير؟ بلشت هيك اكيد وكفت اكثر انه ما قدرت اعبر انه شو صار معي، بالعكس زادت اكثر. بعد ما تعدى عليك هذا الشخص كيف صرت تشوفه؟ اول ما شوفه كنت حس اذا بدي اسميها خوف تكون قليله شوي، بالعكس كان عندي مثل بوقف بصير مثل اللوح قدامه مفرس كلنا سوا ما في اتحرك، بسلم عليه ما بسلم عليه، كيف بدي اتصرف معه كيف بدي اتصرف معه، وجوده حدي بيعمل لي قلق نفسي، كيف لازم اتصرف؟ شو لازم اعمل؟ شو ما لازم اعمل؟ كيف لازم احكي معه؟ لانه ما بعرف شو بدي اعبر له، يا في يقول له انت اذيتني؟ في فرجيه انا بحبه؟ سو هذا الضياع بحد ذاته هو مشكله زياده على المشكله الاساسيه اللي صارت معي، اللي عن جد عملت لي جرح ويكبر عم بيكبر يوم بعد يوم بعد يوم، صار عندي فراغ، بدي اعبي هالفراغ اللي ما عم بقدر اعبيه. الخوف عن عمر صغير من 12 سنه وطلوع والرعب لوين وصلك؟ بعمر 15 سنة بما أنه أنا ربيت بمنطلق ما لازم فرجي حالي أنا ضعيف، رحت مرة على البحر نقيت صخرة فيي أحملها، قلت إنه لازم كب حالي بالبحر تما حدا يعرف ويني أنا، تما حدا يعرف إنه أنا انتحرت، لأنه فضلت ما أعمل مشهد إنه قوصت حالي أو كبيت حالي، بالعكس فضلت اختفي عن الوجود، لأنه أنا بمحل ما شفت حالي إنه ما في يعبر، في عندي صرخة ولد طفل جواته بده يطلع يحكي مش قادر يحكي. وصلت على الحفة حملت الصخرة جربت كب حالي، بس جواتي في شيء قال لي لا ما تكب حالك، ما عرفت ليه ما عرفت مين ما عرفت كيف، رجعت فلت الصخرة فليت. بعد هالمرحلة شو عملت؟ بعد هالمرحلة من بعد فكرة الانتحار فتت على الدير بالسنة، درست أكيد لاهوت تعلمت سرياني وأكيد كان عندي دراستي التابعة مع المدرسة،
انا بركي بلاقي اجوبه، بركي بلاقي راحه عندي اياها مش موجوده بحياتي، وبدي اياها انا تكون بحياتي موجوده. مع هذا وكله بعد هالسنه ما لقيت الفرح ناقصني، بالعكس كبرت الهوة اكثر، بلش توسع اكثر واكثر واكثر. لوي كيف كانت بالجامعه؟ انا قبل ما اوصل على الجامعه كنت اقرا كثير. بشو تقرا؟ كان عندي غرام بالقرايه، لانه كنت اعتبر ان انا شخص ما فيي اعبر، ما فيي فرجي عن مشاعري، ما فيي فرجي عن حزني عن وجعي. ما لقيت الا الملجا الا هو الكتاب. الكتاب لانه ما بيحكي، ما بيعبر من مشاعر، بس بيوصل لي احرف كلمات، بيعطيني علم، بيوصلني فكره. صارت فكره، صاروا الافكار يكبروا براسي، صار المحبه اكثر للثقافه للقرايه. ليه؟ لانه كنت خبي ضعفي وجع من القرايه. شو ما احس حالي في عندي مقاشط روح اقرا، تعبان روح اقرا، زهقان او حس في عندي فراغ روح اقرا، جرب اعبيه بالقرايه. ليش؟ لانه القرايه ما بتفرج اذا الشخص تعبان ولا مش تعبان. عمري 18 حوالي قريت، صرت قاري فوق 300 كتاب خاصهم بال كيف تفهم الشخص اللي بوجهك، كيف تتحكم فيه، لغه الجسد، كيف تقدر تسيطر، حب السيطره، كيف تدير مشاريع، تدير برامج، كيف ايش الانسان كيف مركب، عقله كيف مركب، كيف البنت كيف مركبه، كيف فيك تسيطر على الشخص، كيف تقرا الشخص اللي بوجهك. هدفي بس كان القرايه تمحورها بس على العقل، الدماغ، الفكر، وكيف تسيطر على الشخص اللي بوجهك، تكون انت القائد. لوي كانت عم تقرا كثير تتفهم الاخر، تتفهم الانسان، تتفهم تركيبه الانسان. بنفس الوقت ما كنت عم تصلي؟ صراحه كنت اعتبر انه ربنا بيعرف كل شيء، مش عايز انا اصلي له. زياده عن هيك انه كنت فكر انه اكثر شيء فيني اقول له يا رب عايز مصاري، بدي هالشغله، بدي هالشغله، بدي قصص ارضيه، قصص ماديه. ولا مرة فكرت صلي له، قلو يا رب بدي فرح بحياتي أو بدي سلام. كنت عطول أركض ورا الماديات والأرضيات. بعتقد كل العالم حوالينا وأنا أولهم كان هدفنا عطول يكون عنا شيء فينا نقشعه نلمسه. سو كنت هوا يكونوا صلواتي مرتكزين على هدول، وأكيد الوجبات اللي منعرفها، الأبانة والسلام وروح القداس، مش أكتر من هيك. لوي كم لغة بتعرف؟ 4 لغات بعرف. شو هن؟ إنجليزي، عربي، فرنساوي، وإسباني. أول علاقة عاطفية عملتها أيمتى؟ فت على الجامعة كان عمري 18، بلشت درست وقتها عم بدرس هندسة. أول علاقة عملتها جنسية كان عمري 18 سنة مع بنت من عمري. هيدي العلاقة اللي صارت بالنسبة لشاب عمره 18 بكون مبسوط إنه اكتشف شيء جديد، بس بالنسبة لإلي ما كانت، ما حسيت فيها لذة، بالعكس حسيت في شيء عم بيقول لي علي أكثر، قوي أكثر، ضرب ضربتك أقوى، خلي ضربتك تكون لها معنى اكثر، وصار يعلى الدوز اكثر واكثر. يعني ما بتشبع؟ ما كان عندي شبع، بالعكس. بالعكس انا عندي حب، عندي جوع اكثر، بدي اكثر، بدي اكثر، بدي اكثر، بالعكس ما كان في شيء عم بيشبعني. من بعد هالعلاقه صار هدفي علي بالدوز اكثر، يعني ببنت من عمري لبنت اكبر مني. لقيت بنتين بيحكوا مع بعضهم، لقيت ناس لصبايا عم بيخطبوا، صبايا خطبوا، صبايا بدهم يتجوزوا، لصبايا تجوزوا، لستات صار عندهم اولاد، لستات بدهم ينطلقوا. على طول عندي اكثر واكثر واكثر واكثر، وهالشبع بالعكس بدل ما يخف عم هالجوع عم يكبر ويكبر ويكبر، والشبع ما عم بقل، بالعكس عم بحسه صار قليل قليل قليل. هدفي بس هالجوره اللي عندي اياها عم توسع 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 توسع، ما في شيء ممكن يعبيها. هالحياه العاطفيه او الجنسيه اللي كنت عم بتعيشها اثرت ها درسك وجامعتك؟ نحن بالعائلة ربينا نقدر نفصل حياتنا الشخصية عن حياتنا العملية، وصار عندي القوة كيف بيحط هالماسك على وجهي، ما حدا يعرف حياتي الخاصة شو فيها وحياتي بالمجتمع شو هي. إنه بالمجتمع كانت عالم تشوفني الشخص اللي مثقف، عنده حضور، عنده هيبة، وين ما يفوت عن جد ملوى تيابه بكل معنى الكلمة، وين ما انحط أعرف أتصرف. لدرجة بعمر 22 كتبت أطروحتين، كنت بعد ما تخرجت من الجامعة سافرت لبرا وقدمتهم، حتى على عمر 27 قدمت أطروحة ثالثة. عمر 22 كان عندي هدف إنه أطور حالي علميا تيكون عندي شيء أنا غير عن غيري. أنا بالجامعة كانوا كل التلاميذ أنا كنت معهم كان هدفهم يتعلموا هندسة خاصة بالبنايات. أنا قلت لهم ما بدي أتعلم شيء خاص بالبنايات، بدي أتعلم شيء خاص بالتراب وبالمي. كانوا يضحكوا علي، بس أنا كنت أعتبر انه انا بفضل كون غير عن غيري، يكون عندي ستيل غير يونيك. سو كرمال هيك رحت على شيء خاصه بالتراب وبالمي،
واكتشفت بعدين انه عملت احلى قرار، انه رحت شيء غير عن غيري، وكرمال هيك برعت فيه اكثر وستطور فيه اكثر. انت وعم بتشبه رغباتك الجنسيه بطفولتك، شو صار معك حدث ما بتنسي؟ انا كان هدفي جرب شبه الرغبات اللي عندي اياها، مع انه ما كنت عم تشبع، لدرجه حطيت يمكن الصبايا وهالشهوه اللي عندي اياها اهم من عائلتي، لدرجه في مره كنت متفق انا والوالد رح نتغدى سوا، وما بيعرف والدي، والدي من احنا والتعشيت كان عطينا الحريه الكامله، رح ننبسط نتسلى، ما كان يطلب منا شيء، بالعكس انه كان عنده ثقه فينا. واول مره بحياته بقولها، اول مره بيقول لي لوي طالع عبالي اتغدى انا وياك، هيدي بحياتنا ما بتصير، حتى على العزايم الرسميه، الاعياد، الميلاد، الفصح، كل هدول ما كان عم يقول لنا اعملوا اللي بدكم اياه، هيدي حياتكم. اول مره بيجي بيقول لي نهار الاحد، حكينا نهار الجمعه، قال لوي انا نهار الاحد عامل حسابي اتغدى انا وياك، طالع عبالي اتغدى انا وياك. واو شعر حلو هيدا. حلو؟ بتعقدي. حلوة تيابة؟ بتجنن كثير حلوة. يلا أنا شوي شوي وبخلص. يلا بدك تعجلي شوي أنت كمان بحياتي. ولا أجمل من هيك. تليفون. روح رد يلا. تليفون. ألو. إيه بابا. شو حبيبي؟ اخذت شوي بالترويه. ولا حتى هاي؟ يلا خلص تحوقنا. يلا تفضل. خلص يلا. كنا اخذين شاليه انا وصبيه وضهر، ما نظهر رح نتغدى سوا. بدي اقول لي على الوحده و13 دقيقه. بيطلع زعلان مني وبيسكر الخط بوجهي وما بيقول لي حتى باي، وانا ما بقدر اقول له ولا كلمه، انه زعل مني كيف ما كيف كسرت بكلمته وما رح نتغدينا سوا. تيجي امي بدي اقول لي على الوحده و45 دقيقه. شو حياتي؟ ان شاء الله مبسوطه. كثير مبسوطه. هيدا الشيء ما بتتخيل. انا بحب كثير انك تكوني مبسوطه حبيبه قلبي. وين اخذنا؟ اعمل لك يا سربريز، بس اذا في شي محل حبي تروح عليه بيبسطك اكثر لعيونك منروح ما تعطلي عنه. ما بدنا نروح على الشاليه؟ بلا يا حياتي بتخلص منروح على الشاليه. اوكي. ما تعطلي عن شي ابدا. مخلصنا تليفونات. عم لحظه شوي. تليفونات من الصبح. هيدي امي. خلص ما بعدها حكيتك. الو. وين ماما حبيبي؟ لوي ضل راكد ورا ملذاته ومستلشق بمشاعر اللي بحبوه، حتى اجى هيدا النهار اللي اكل فيها صدمه وهزت له كيانه، خلته يدفع ثمن اهماله ويغرق بعذاب الضمير. وهيدا اللي حضرناه اليوم عن حياته هو قسم صغير. كفوا معنا واحضروا الحلقه القادمه تشوفوا القسم الكبير من حياته لوين وصل. لوي تصبحوا على خير.